طبعا هذا المكان اللي دائما اهل الشمسيه يستخدمون البعول في مواسم الامطار. طبعا هذه كلها بعول ما شاء الله تم زراعتها في هالمنطقه اللي تسقى عن طريق الامطار. طبعا يكون انتاجها رائع ويعني له قيمه حقيقه. العيشه اللي ينتجونه بالبعول يصير له قيمه، وهم يستاهلون حقيقة، يتعبون حقيقة، يخيمون عند بعولهم ويسهرون على عالية، فتستاهل قيمتها حقيقة، لأنها تكون مفيدة وطازجة وعلى ماء المطر تسقى. الله يوفقهم ما شاء الله، بعول أشماسية، الله يوفقهم. بعول أهل أشماسية التي تسقى على مياه الأمطار، ويكون إنتاجه طبعا ذو قيمة وفوائد صحية اللي هي الحبوب. طبعا عندهم زراعة البعول على الشمسية من زمن قديم، هم متمرسين في هذه الهواية الحقيقة، الهواية هواية زرع البعول الحقيقة، وعندهم خبرة كافية انهم يقومون بهذا العمل. الله يوفقهم ان شاء الله ويرزقهم ويطلع لهم انتاج رائع ان شاء الله. هذه كلها بعول اهل الشمسية اللي يبعلون هالمناطق هذه يسقونها من المطر. اللهم اجعله ان شاء الله انتاج ان شاء الله طيب لهم، يستاهلون. ساحات كبيرة، ساحات كبيرة سوينا، يعني كيلوات نسميها، كلها ما شاء الله مبعلين الأرضي. طبعا البعول هذه ما جت بالساهل، تعب وحرث تزيين الأرض عشان يجهزونها البعول، وعسى الله يجيب السيل عشان برضه إن شاء الله عندهم إنتاج إن شاء الله رائع إن شاء الله. الله يوفقهم إن شاء الله.